كلفني رجل بإعطاء مال لطالب علم محتاج، وقال خذه أنت لو كنت محتاجا، فأخذت بعضا منه والبعض الآخر بقي، فهل يجوز لي أن أأخذ الباقي علما بأني أستلم مكافأة قرابة 400 ريال والباقي عندي 100 ريال؟ يجوز بشرطين. أولا أن يكون أذن لك بذلك، قال إن كنت محتاجا فخذه وإلا أعطيه فلان، وأنت محتاج لك أن تأخذه، هذا شرط أن يكون أذن لك. الشرط الثاني نبهنا عليه أن يكون محتاجا، أما إن كان غنيا فلا يجوز له هذا، إذا كان عنده ما يكفيه فلا يجوز له يأخذ الصدقة التي للفقراء. نعم.